كيفاش؟ أيها لالا، انتي جيتي في الكار حال جيمة. مرحبا بك. مشروبات، مقاعد جد مريحة، ويفي وخدمات أخرى مع ساتيان بريميوم. اكتشفوا متعة السفر من جديد. ساتيان، صفر على حقه وطريقه. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم نسولوا الناس. حضرت مؤخرا المنظمة العالمية للزراعة على أن المواد المصنعة كاللانشون، الهوت دوغ، البرجر، النقانق إلى غير ذلك كتحتوي على مواد مسرطنة، وأن المادة الحمراء اللي كتعطي اللون في هذه المواد المصنعة هي اللي كدير مرض السرطان. خرجنا الشارع باش نسولوا بعض المواطنين المغاربة من بعد ما نزل هذا الخبر، واش غادي تقاطعوا هذه المواد المصنعة ولا لا؟ نشاهدوا جميع إجاباتهم. بيان سور قاطع، حيت كانوا فيها مشاكل بحال هكا علاش نبقى نستعملها؟ لا انا كاع جميع المغاربه كاملين. اختي انا اصلا ما كناكلوش، انا ما طيبش شي حاجه بيديا ما نقربش ليها. انا ماشي ولد هنا وعايش هنا مع الاصدقاء خدامين هنا، ولكن ما كنامنوش حنا بماكله الزنقه نهائيا. داك الشيء ما كيتوفرش على شروط صحيه، راه كل شيء كيعرف هذه المسائل هذه. اللي بغيت جال تجيبك الظروف تاكلو، مشى كلها ما تاكلش، ولكن ربما ما عندناش معاه، فهمتيني؟ ما عندنا الماكله نطيبها بيدينا، مشي تاكل من الزنقه. ولكن الا جابتك الظروف راه غتقصي، فهمتيني؟ اه ولكن خاصني نتاكد من هذا المشكل واش كاين ولا لا. اذا سرطان نقدر ما ناكلوش. داكشي بان لي انا في اللي كيجي للمغرب، فهمتيني؟ حيت شاش كتلقاي عندنا كاشيره قدي في الطول دايره 160، راه باينه غتكون ماشي فيها السرطان، فيها شي حاجه اكثر من السرطان. قاطعوا قبل ما نسمع هذه الاخبار، لان انا سبق لي اولا شفت كيفاش كتصنع داكشي. هذه وحده. ثانيا خص نوض واحد الحمله للناس اللي باقي ما عارفينش هذه، يزيد اكثر تعطوا تعليمات لهذوك الناس اللي كيتكلفوا باش على الاقل داكشي ديال اللي جاني يتكلفوا به يصوبوه يتحملوا مسؤوليتهم شويه. عارفوا بان كاين مواطنين وكاين امراض وكاين هذا وهذا، يحسنوا ما امكن. هذا اللي كان كيدير السرطان و راه بزاف، راه كيهلكوا الشعب. ما خدمه ما والو، يا اما يخرجوا لنا شي حاجه مزيانه اللي نستافدوا منها وتفيدنا في صحتنا، يا اما بلاش. عمرني كليت ما عنديش مع كاشير، ما عندي مع والو في ديك الماكله ديال الزنقه، ما عنديش معها نهائيا. بالنسبه للكاشير قطعته شحال هذه، نظرا للسموم، لان الانسان المواد حافظه وهذا الشيء اللي كدار في جميع المواد، ماشي بالضبط على الكاشير، ولكن سيرتو كاشير لانه ولات فيه ما بقيناش كنشوفوا ذاك الكاشير اللي كانت عنده واحد 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 القيمه شحال هذا. دابا ولينا كناكلوا، وكاين بعض الناس اللي كياكلوا كيصدقوا يتعرضوا لواحد الامراض اللي هي صعيبه، ولا يمشوا للمستشفيات. وانا براسي لان ملي كنسمع الناس شنو كيوقع لهم، انا بطبيعه الحال ما كنكثرش منه، انا حاولت كنبعد من مسائل ديال الكاشير وديال هذه كاع المواد الحافظه، لان كتهلك صحه الانسان. وفضلت انني نعاود ناكل مسائل هي بلديه، مسائل هي طبيعيه، ما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش مواد كيماويه. اما هذوك الناس المسكين اللي مساكن ما عرفش، كيخص تعمل واحد في الاعلام في الميديا كيتسمع شنو الاسباب، وفعلا داك الشيء راه كيخلق امراض ديال السرطان وامراض ديال الجلد وامراض ديال المعده وعدد ديال الامراض. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم نسولوا الناس. موضوع اليوم كان يتعلق بالمواد المصنعة، كيف ما حضرت مؤخرا المنظمة العالمية للزراعة للأمم المتحدة الفاو بأن هذه المواد المصنعة كاللانشون، الهوت دوغ، النقانيق، لدن فيومي إلى غير ذلك كدير مرض السرطان. خرجنا وسولنا بعض المواطنين المغاربة، واش نتوما غادي تقاطعوا هذه المواد المصنعة ولا غادي تاكلوها؟ كيف ما لاحظتوا معي الآراء كانت مختلفة. كاين الأغلبية قالوا بأنهم غادي يقاطعوها وأنهم قاطعينها من زمان، وكاين اللي قال إلا اضطرتهم الضرورة غادي يقدروا ياكلوها. إلى هنا كتنتهي حلقتنا لليوم، كنودعكم على أمل نلقيكم في حلقة مقبلة مع سؤال جديد ولا موضوع جديد. تبقاو على خير.